السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم أمجد سامي من قناة تابس عن تريكس الرياضية. النهاردة معنا مكمل غذائي بيغزو الأسواق المصرية. معنا مكمل غذائي الجسم نفسه ما بيعرفش يصنعه من تلقاء نفسه، لازم يحصل عليه من مصادر خارجية. بطل حلقتنا يا سادة، مهم جدا يكون في نظامك الغذائي. بطل حلقتنا فعلا بطل بمعنى الكلمة، وهو إنتاج صرح طبي عملاق، وهو إنتاج شركة مصرية عملاقة جدا وتقيلة في مجال أدوية، وهي شركة العربية للمنتجات الجيلاتينية اللي موجودة على أراضي مصرية. بطل حلقتنا يا سادة النهاردة مليان أحماض أمينية الجسم فعلا محتاجها. بطل حلقتنا النهاردة مستخرج من سمكة بتعيش في المحيط الأطلسي في عمق من 60 ل 61 متر تحت سطح البحر. سمكة بتعيش في الأماكن الباردة. بطل حلقتنا يا سادة متكون من سمكة القد الأطلسية، وهي أفضل نوع سمكة قد موجودة في الفصيلة بتاعتها. السمكة دي يا جماعة مش عادية أبدا. السمكة دي لو هنتكلم عن السمكة لوحدها بعيدة عن المنتج محتاجين يوم كامل نتكلم عن أهمية وخصائص السمكة، بس ممكن نتكلم سريعا على قوة السمكة دي. هي سمكة القد يا عزيز اسمها قد فيش، والاسم العلمي لها هي جاداس مارثا. يوجد أنواع عديدة جدا من فصيلة سمكة القد، ولكن السمكة اللي بنتكلم عليها النهارده ديت دي افضل نوع من بين فصيلتها. تنتمي الى فصيلة القضيات والحبليات. سمكة القضية عزيز لها الوان عديدة، بني رمادي اسود واخضر واحمر، ولها لون فاتح في الجانب السفلي ولون ابيض على بطنها. تحتوي السمكة على ثلاث زعانف عضارات وزعنفتين في منطقة الشرج وزوج من الزعانف في منطقة الصدر. على جسمها بقع داكنة تمتد الى الخياشيم مع خط ابيض ممتد. وظيفتها كشف الحركة والاهتزاز في الماء، ولها حلقات على ظهرها وجمجمتها بتشير إلى عمر السمكة. عاوز إن هو بيعيشوا مدة كبيرة جدا يا جماعة. القيمة الغذائية للسمكة دي عالية جدا لأنها ما بتاكلش إلا كافيار. وخليك فاكر السمك بياكل كافيار يا عزيزي وأنت لسه. عايز أقول إن السمك القض يا عزيزي نوع صحي جدا من فصيلة الأسماك. يعتبر مصدر جيد للدهون. كمية الدهون اللي فيه قليلة تماما. سمكة القد تحتوي على أحماض أمينية لا يمكن للجسم تصنعها. تعتبر مصدر رئيسي لفيتامين بي 12، بي 6، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين اي. سمكة القد تحتوي على معادن مهمة جدا كالفوسفور والكالسيوم. أنا كل ده عايز بكلمك بس على سمكة القد اللي المنتج بتاعنا جاي منها. تخلي السمكة دي تتعسر، تخلي السمكة دي يتم استخلاص كبدها، أجود أنواع الزيوت اللي موجودة في الأسواق العالمية عامة، وهو زيت كبد الحوت. وجاينا النهاردة على هيئة أجمل منتج حصل في تاريخ الصيدليات وفي عالم الأوميجا 3، وهو المكمل الغذائي الشهير كولوسيز. كولوسيز يا عزيزي أجمل مكمل حصل في تاريخ الصيدليات. تعالوا مع بعض نضرب غطس كبير في الفوائد الكتيرة اللي بيقدمها لنا زيت كبد الحوت كولوسيز انتاج الشركة العربية. يلا بينا اربط حزامك، يلا بينا ندخل جولة طبية مع بعض. كولوسيز زيت كبد الحوت هو عبارة عن كبسة، هي علبة فيها 3 شرايط، كل شريط فيها 10 اقراص من زيت كبد الحوت، وهي عبارة عن كبسولات رخاوية تؤخذ عن طريق الفم، وهو عامة مكمل غذائي يدعم كل وظائف الجسم المختلفة. تعالوا نشوف مع بعض مكونات زيت كبد الحوت كولوسيز يا عزيزي. 1 بيحتوي على فيتامين A 2500 وحدة دولية. يحتوي على فيتامين دال 3 250 وحدة دولية. زيت كبد الحوت نازل بتركيزين اتنين، التركيز الاول 750 ملي جرام والتركيز الثاني 1000 ملي جرام، والاثنين اجمل من بعض. يتميز زيت كبد الحوت يا عزيزي انه بيحتوي على كمية هائلة جدا من الاحماض الدهنية اوميجا 3 اللي بتدور عليها فوائد صحية عالية جدا في تقليل نسبة التهاب الجسم وتحسين وظائف الجسم مختلفة وخفض نسبة الكوليسترول والدهون الضارة، كما انها مميزة جدا في خفض ضغط الدم للناس اللي بتعاني من ضغط دم مرتفع، كما انها بتحتوي على فيتامين A وفيتامين D والفيتامينز بتقدم خدمات كبيرة جدا جدا للجسم. زيت كبد الحوت بيمد الجسم بالاحماض الدهنية الغير مشبعة، بيتم صرفه في حالة الكوليسترول هشاشة العظام. زيت كبد الحوت بيخفض من التهابات الجسم يا عزيزي، وبيقلل من العدوات، وبيرفع جدا جهاز المناعة، تحسين صحة العظام وتقوية.
تخفيف ألم المفاصل والتهاب الروماتيد، دعم صحة العين وقوة الإبصار وتعزيز الرؤية، بيقلل جدا من خطر المصاب بأمراض القلب المختلفة كانسداد الشرايين لأنه بيفلتر كل الأوعية، بيقلل جدا من القلق والاكتئاب والتوتر، بيحسن جدا من قدرة المعدة على التعافي من الالتهابات والقرح اللي بتصيب. تعال نشوف فوائد كولوسيز أو زيت كبد الحوت يا عزيزي للرجال. يساعد المكمل الغذائي الشهير كولوسيز على تحسين الخصوبة لدى الرجال وتحسين جودة الحيوانات المنوية ورفع القدرة الجنسية، وبيزود جدا من مستويات الهرمونات الجنسية، ضبط الهرمونات الجنسية، ومنها بيمد الجسم لاجتياز الاشتباكات المنزلية. تعال نشوف مع بعض فوائد زيت كبد الحوت. كبسولات كولوسيز غنية جدا بفيتامين ايه المهمة جدا لصحة، لانها تعد من العناصر الهامة جدا لنمو الشعر، كما ان فيتامين ايه بيحسن جدا من افراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، وبالتالي تبدو حيوان وتمنع القشر. تعال نشوف مع بعض يا عزيزي كبسولات كولوسيز للتخسيس بتعمل ايه. الاوميجا 3 اللي موجودة في زيت كبد الحوت يا سادة بتحسن من قدرة الجسم على خسارة الوزن في منطقة البطن، ولكن مش هيكون لي فايدة كبيرة جدا بدون ممارسة رياضة واتباع حمية غذائية. زيت كبد الحوت منشط طبيعي جدا يا سادة، قلل جدا من اجهاد العضلات وبيحسن حركتك، مصدر هام جدا للفيتامينات والمعادن، يساعدك على ممارسة النشاط العضلي بكفاءة كبيرة جدا. كولوسيز والذاكرة، عامة المكملات الغذائية اللي تحتوي على الاوميجا 3 بتحسن جدا جدا من قوة الذاكرة ومن الأداء الذهني وبتحسن القدرة على الإدراك. تعال نشوف فوائد كولوسيز للأطفال. كولوسيز يا عزيزي بيحسن جدا من صحة الطفل اللي تجاوز عمر 12 سنة، الصحة العامة أما بالنسبة للقدرات العقلية والذهنية بتخليها في أحسن حالتها، زائد إن هي بتحسن جدا من جودة النوم وبتخلي الطفل بيخلد في نوم عميق، وبيقلل جدا من أعراض الحساسية، وبيحسن جدا من اعراض نقص الانتباه وفرط الحركه وفرط النشاط ADHD. بالاضافه ان زيت كبد الحوت بيقوي جدا المناعه للكبار والصغار. بالمناسبه زيت كبد الحوت بيعالج الجلوكوما في العين. زيت كبد الحوت بيحمي جدا من الخرف والزهايمر وبيحافظ على صحه الدماغ، وبيحد جدا من امراض القلب والاوعيه الدمويه وبيخلي القلب يقوم بدوره على اعلى مستوى. تقويه الاظافر، بيزيد من نضاره البشره، عايز ان هو بيخلي العظام قويه جدا لان هو بيحتوي على مكونات بتساعد على امتصاص الكالسيوم من الجسم، بيزيد جدا من طول الشعر وتقويته، بينظم عمل الجهاز الهضمي، بيحمي من السرطانات عن طريق زياده موت الخلايا السرطانيه والحد من انتشارها وتحجيمها، بيعالج جدا التهابات القولون، بيعالج الصدفيه، بيعالج السكري، بيساعد جدا في التئام الجروح، له خصائص عاليه جدا مضاده للاكسده، بيحسن جدا المزاج وبيعالج قرحه المعده، بيقلل جدا من انتشار الجذور الحره. هل كولوسيز او زيت كبد الحوت بيزود الوزن؟ خالص يا عزيزي، بالعكس تشير الدراسات ان احتواء زيت كبد الحوت على فيتامين د يمكن ان يقلل جزئيه من تكون الخلايا الدهنيه في الجسم ويمنع تخزينها، فبالتالي بيقلل جدا من تراكم الدهون وبيرفع معدل الحرق. احرق دهونك يا عزيزي، ولع في الدهون. اهميه كولوسيز للاطفال لا تعد ولا تحصى، اثبتت دراسات أن قيمة زيت كبد الحوت للطفل لا تعوض. لو تم إعطاء الطفل كولوسيز في السنة الأولى بيقلل إصابة الطفل بالسكري، لو تم تناول كولوسيز مع السيلينيوم بيعمل على تقليل التهابات الأذن الوسطى للأطفال، بيقلل جدا من إصابة الجهاز التنفسي، تقليل نسبة الإصابة بالكساح للأطفال والشرذان، بيحسن الدورة الدموية في العين لدى الأطفال والكبار، بيحسن الصحة النفسية للطفل، بيعالج قرحة المعدة. عاوز اقول ان الماده الخام اللي اتعمل منها كولوسيز اصلا يا عزيزي هي ماده مستورده من الخارج، لان هي جايه من سمكه القرد اللي بتعيش في المحيط الاطلسي. ممكن اعطاء زيت كبد الحوت الكولوسيز لطفل عمره عام واحد بس. بالنسبه لامراض الضغط، السؤال المهم، ليه تاخد ادويه ضغط؟ ليه تاخد دواء ضغط؟ مع الوقت ممكن يقضي عليك لما ممكن تاخد كولوسيز فيتامينز وهيقلل جدا من مستوى الضغط بتاعك وكله بشكل طبيعي. سعر المكمل الغذائي الشهير كولوسيز زي كبد الحوت يا عزيزي، علبه بها 3 شرايط كل شيء ب 24 جنيه، يعني العلبه كلها ب 72 جنيه. تحتوي على 500 مللي جرام من زيت كبد الحوت النقي. تعالوا نشوف الاعراض الجانبيه لتناول زيت كبد الحوت او المكمل الغذائي الشهير كولوسيز. اضطرابات في المعده، حرقان في المعده، صعوبه في التنفس في بعض الاحيان،
غثيان اسهال، لكن قدام الكم الهائل من الفوائد لا، خد كرسي يا عزيزي واظبط صحتك. تعالوا مع بعض نشوف اضرار تناول المكمل الغذائي كرسي او زي الكبد. اي شخص عنده حساسيه لاي مكون من المكونات اللي موجود بيها زي كبد الحوت يمتنع تماما. مرضى الكبد، مرضى السكري تمتنع، الحوامل والمرضعات يمتنعوا لان هيصعب الولاده عليه. ولكن بما ان كل سيز ممتلئ بالفوائد ممكن يتم تناوله ولكن تحت اشراف طبي. مرضى الضغط مش هقول لك تمتنع، ولكن لو بتاخد دواء ضغط مع كل سيز الاثنين هيوقعوا جدا من ضغط الدم، فيتاخد ده ويتاخد ده طبعا رجع طبيبك. ومهم جدا اخبار طبيبك بكل الادويه اللي بتاخدها لو عاوز تاخد مكمل كولوسيز، لان هو بيتعارض مع بعض الادويه خصوصا مضادات التخثر ممكن يسبب نزيف. الجرعه الموصي بيها من تناول زيت كبد الحوت هو قرص واحد يوميا، ده المعدل الطبيعي. خلافا لذلك رجع طبيبك على حسب حالتك الصحيه بيتحدد الجرعه المسموح بيها. اما الجرعات للاطفال لازم تراجع طبيبك للاهمال. عاوز اقول ان زيت كبد الحوت متوفر ايضا، متوفر في الصيدليات المصريه ومتوفر في المملكه العربيه السعوديه زي صيدليات النهدي تحت اسامي وعلامات تجاريه مختلفه زي 7 سيز، 7 سيز بلس. زيت كبد الحوت مفيد جدا لامراض الكلى المختلفه. عاوز اقول معلومه ما حدش قالها في تاريخ اليوتيوب يا ساده، ان معلقه واحده بس، ان وزاره الزراعه الامريكيه USDA ان تناول معلقه واحده بس من زيت كبد سمكه القبر او ما يعادل 4.5 جرام يحتوي على الاتي: 41 سعرة حرارية، 4500 وحدة دولية من فيتامين A، 450 وحدة دولية من فيتامين D، 1017 جرام من الأحماض الدهنية المشبعة، 2102 جرام من الأحماض الدهنية أحادية التشبع، 1014 جرام من الأحماض الدهنية الغير مشبعة، الأحماض الدهنية المتعددة الغير مشبعة، 26 ملي جرام من الكوليسترول. هذه المعلومة يا عزيزي تتفرب بيها قناة تابس تريكس رياضية. اللي مش متابعني فايده كتير. ورجاء ما ينفعش نتجاوز الجرعه المسموح بيها، لان فيتامين احتواء زيت كبد الحوت على فيتامين د لو زاد في الجسم بدل ما هيعمل على حمايه الكلى هيبدا يكون حصوات يا عزيزي. وهي هنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. لو الحلقه فادتك نسبه 1% قول لنا في الكومنتات، واكتب لنا حابب تشوف الفيديو الجاي عن ايه بالظبط من المكملات الغذائيه من الاعشاب الطبيه. دمتم يا رب بصحة وهنا، دمتم سالمين.